تسليم تسليم مبيد الوطن في راحية الصحة وكل منا أفدت ديجا مصدر سباسيو سكاسة بينو تكبير سكاسة أمبر في احتمال في يامسيسة جيجاتي بخوتي الرونة إذا أدو بها القرى ديجون قبلنا المعزة شديدون تيزي الغلاء في كل المفيش كان في مزارة تزيدنا التغريبات لأن على بركة يومنا الكريمة أثناء من الفيديو ويومنا إقادة الضرب الفيديو ولكنا مشيء متدس لكنا لأننا تنميرت بهرم قرنا إيجاد من غيت الواشاء متفرقات سلام من تشجيع السلام عليكم. شكرا منبر أصوات كنقول لكم مرحبا بكم معنا وشكرا على التغطية اللي انتم ديما كتحضروا معنا في جميع الأنشطة والمناسبات. اليوم جمعية تامون تفضلت إلى أن تحتفل وراء صاحب الجلالة برأس المسؤولية بعد الترصيد هذا النهار هذا صاحب الجلالة الله يسره. وجمعية تامونت أدت واحد الأمانة وكان نقول لجميع المغاربة أسبوع سمينو أسبوع سيبودان وكما لا أنسى جميع المنابر اللي حضروا معنا والصعوبات اللي ساعدونا من أول خطوة تل آخر الحفل كان نقول لجميع السلطات شكرا لكم. وكنشكر جمعية تامون للثقافة على الشمعية اليوم عاد الثقة فينا دعاتنا لهذا يعني ما كنقولش أنني حفل وإنما كنقول مهرجان لبعض القيمة والجمهور والخدمة ديال الجمعية يعني شي حاجة كبيرة كما شفت التباعد ديال الجمهور مع كل وصلة غنائية أنها وإلا هذا كيزيدنا إلا شرفا وفخرا وكما شتي راه الإخوان الأمازيغ وعرب ويعني بحال بحال لا فرق بيننا المغاربة وإخوان تجمعنا وشكرا لكم. I'm going to go to the hospital.
العربيه ولكن سلام ديال المغرب كلهم العربي انا شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.